ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات تفكير ومشاعر واحساس برج الثور في شهر يونيو لعام 2020. برج الثور عندنا تفكير في مليون حاجة، حقيقي بجد بنفكر في حاجات كتيرة جدا جدا. من اهم الحاجات اللي بنفكر فيها وهي ان احنا لازم ننجح، لازم نكون افضل. بنفكر في نجاحنا، بنفكر في ان احنا نستثمر الذكاء عندنا، نستثمر حاجات كتيرة قوي قوي، يعني ما نكونش مستسلمين ليه الخوف او ان احنا نكون ما بنعملش حاجة في حياتنا. لا، عايزين شيء ان احنا جديد، حاجة تكون تخلينا متفائلين اكتر، ايجابيين اكتر. فده بالفعل اللي احنا عايزينه. يعني من اوائل الحاجات بنفكر في نجاحنا، بنفكر ان انا ازاي اكون انسان افضل، ازاي اكون انسان ناجح، ايه الخطوات اللي انا اتخذها. كمان احنا بنفكر بفكرة الخطوات، احنا ماشيين بمبدأ تخطيط لحياتنا، وده بنفكر فيه بشكل قوي. يعني بنفكر في ادارة حياتنا، بلورة حياتنا، بنستخدم كل كبيرة وصغيرة في التخطيط والتنفيذ عندنا لحياتنا يكون شكلها عامل ازاي. برج الثور كمان انت بتفكر كتير انك تثبت جدارة، انك تثبت شخصيتك قدام اشخاص. يعني في اشخاص يمكن يكونوا دخلوا معاك مرحلة عند، او قالوا لك لا انت هتفشل، او العلاقة دي مش ماشية، اسمع مني العلاقة دي مش ماشية، او مش عارفين انتوا الطريقة دي. ده بالفعل هيكون عندك انك تواجه ده، انك ان انت تقاوم النقطة دي. فبالفعل ده هيكون عندك تأثير ممكن يكون متعب شوية، وعلى فكرة ده هيكون برضو عامل خوف، ولكن انت بتعمل المقاومة، انت بتتحدى الاخرين وبتتحدى نفسك بشكل قوي، انك عايز انك تنجح، عايز انك انت تبرز شخصيتك بشكل قوي، عايز ان انت تكون ليك اهداف وتحقق اهدافك. فده موجود بشكل قوي عندك. فبرج الثور يعني انا شايفة النقطة دي حلوة، مع ان انت بتفكر في الخوف كتير، بتفكر في الخسارة، خايف من الخسارة، او انك كنت على مشارف الخسارة الفترة اللي فاتت مؤخرا، ولكن انت ما وقعتش، يعني في منكم لحق نفسه، فانت بتفكر ان انت خايف تقع تاني، او ان انت تبقى هتقع. ده انت خايف منه جدا جدا، لدرجة انك خايف من الناس اللي حواليك، مش مدي امان للناس اللي حواليك، حتى اللي من دمك. حاسس ان اللي من دمك ممكن يجي يوم ويغدر بيك، مش هيكون معك طول الوقت، او اللي هو يعني هيساندك طول الوقت. من برج الثور انتوا مش بتتحدوا في حتة التحدي الناس بس، انتوا بتتحدوا الناس وبتتحدوا نفسكم، بتتحدوا المواقف، بتتحدوا الظروف اللي انتوا مريتوا بيها الفترة اللي فاتت. فانتوا بتتحدوا اشياء كتير قوي، بحيث ان انتوا عايزين تاخدوا بحقكم، عايزين تاخدوا بايديكم، مش حد ياخد بايديكم، لا احنا اللي هنقوم نفسنا ونفوق نفسنا وننطلق. ده بالفعل اللي انتوا بتدوروا عليه وبتفكروا فيه بشكل قوي جدا. برج الثور بتفكروا الفرحة مخططة. يعني ايه؟ في فرحة جاية، في شيء انتم منتظرين، وفي حاجة كنا بنسعى عليها، ومش مرحلة السعي اللي هي المطلوبة يعني، ولكن هنسعى الفترة اللي جاية سعي اللي هو اللي باجتهاد. هيكون عندنا تحضير للفرحة دي، هيكون عندنا تخطيط بشكل قوي، عندنا احنا انتظار، يعني احنا اللي منتظرين الشيء ده بلهفة قوية جدا جدا. ممكن يكون الشيء اللي احنا منتظرينه او الفرحة دي هي ليها علاقة بحاجة خارجية، بشهادة هناخدها هنحصل عليها، بترقية معينة، بمكسب لشحنة معينة، مكسب لحاجة قوية، بيبي جديد، او ان ممكن يكون حب جديد، حاجات من النوعية دي. برج الثور عندنا كمان التخطيط لمصلحتنا، بمعنى كتير قوي قوي الفترة اللي فاتت كان ناس كتيرة بتستغلنا، كانوا بياخدوا مننا عشانهم، عشان مصلحتهم. لا، بقينا نفكر في حتة المصلحة العليا لنفسنا، بقينا نشوف ان احنا فيها ايه لما نكون انانيين فترة، على الاقل نظبط حالنا، نظبط نفسيتنا اللي الكل مش حاسس بيها، نظبط دنيتنا احنا، نشوف علاقتنا مع الناس عاملة ازاي، ولو حد كويس نصلح معاه علاقتنا، ومش هنمشي بدماغ حد. فده بالفعل اللي برج الثور بدأ ان هو يعمله، انه يمشي بدماغه، انه يمشي بعقليته، يمشي بتفكيره وتخطيطه فقط، مش حد يملي عليه طريقه.
برج الثور كمان من الحاجات اللي بتفكر فيها كتير قوي قوي هي التغيير، التغيير والتجديد. التغيير مش في الشخصية، يعني كتير بنقصد التغيير اللي هو من حيث الشكل، اللي هو اللبس، المظهر، الطريقة، الحاجات دي كلها. لا انت عندك تغيير، او عندك تغيير من حيث الستايل. لا كمان احنا مش عايزين نغير الستايل او الشكل او المظهر، لا احنا بنغير طريقة معاملتنا. طريقة معاملتنا كانت مع أشخاص عاملة إزاي، بقينا ممكن نكون واخدين على ناس، يعني ممكن نكون كنا بنتعامل مع ناس بشكل تقيل شوية، لا بقينا ناخد عليهم، أو إن إحنا بقينا اجتماعيين زيادة أو دبلوماسيين أكتر، أو إن إحنا نكون جامدين شوية مع الناس دي عشان الناس دي خدت علينا شوية. حاجات كتير قوي 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 بقينا نغيرها في طريقة معاملتنا، لأن حسينا إن الناس يا إما بتستغلنا عشان طريقة معاملتنا، يا إما في أشخاص بتحاول إن هي تضايق، يعني بنغير الطريقة بتاعتنا بشكل قوي مع تغيير الشكل، المظهر، كل الحاجات دي، مع تغيير برضو المكان. يعني كتير عايز يغير المكان او يغير مكانه بالبلد اللي هو قاعد فيها، فده برضو موجود بشكل قوي جدا، اللي هو المكان، يا اما البلد يا اما المكان نفسه، المكان، المحافظة، الحاجات اللي زي كده. برج الثور كمان من الحاجات اللي احنا حاسينها قوي قوي ان انتوا جواكم احاسيس كتير عايزين تطلعوها، عايزين لبعبع، عارفين اللي جواه كلام كتير قوي قوي عايز يطلعه، عارفين اللي جواه خنقه كتير عايز تطلعها، او ان انت شايل من شخص، شايل من الحبيب، الحبيب مضايقك فانت شايل منه، شايل من حد من الاهل ومش عايز تتكلم عشان ما تلخبطش الدنيا وعشان ما نعملش مشاحنات ونشد في بعضينا، فبدأ عندك حتة اللي يزعل يزعل واللي يتفلق يتفلق ويضرب دماغه في الحيط. انا مش هكتم جواي، انا اتخنقت، فحتة خلاص انك عايز تطلع اللي جواك، فخلاص انك بتبعبع، انك بتقول، انت بتقول اللي هو يعني انت وحش، انت وحش في وشه. فده موجود عندك بصورة قوية، حتة اللي هو عدم الصبر بقت موجودة عندك، ان انا خلاص ليا طاقة ونفذت، فده برضو موجودة بصورة قوية. برج الثور بقيت ان انت تكون بالفعل شخص جديد، شخص ما بيعملش حساب لحد، بيعمل حساب لنفسه بس، لان اكتشفت ان كتير ما بيعمل لكش حساب. كمان اكتشفت ان انت في اشخاص كتيرة بتحاول تستغلك، فبالتالي بتحاول تتجه لمصلحتك انت. كمان هتتجه لحتة الاستقرار العاطفي، ده من حسب الوضع العاطفي، يعني الوضع العاطفي كتير مننا كان فيه قلق وتوتر عاطفي، فبدأنا ان احنا نقول لا احنا عايزين نهدى ونفكر ونستقر، فبدأنا بالفعل نتجه لحتة الاستقرار، وبدأنا نتجه لحتة الشروط في حياتنا، بدأنا ما نكونش خفاف، يعني ان الشريك مش هيشوفنا خفاف تاني، مش هيشوفنا سهلين، لا هيشوفنا جامدين قويين، لينا شخصية مهمة، لينا برستيج في التعامل. فده بالفعل هيكون عامل نظام جديد لحياتنا. بس الفكرة كلها انك بتدور على الاستقرار العاطفي بكافة الاشكال، الاستقرار العاطفي بانك تكمل علاقة او تنهي علاقة. يعني في كتير ممكن ينهي علاقة، في اشخاص من اصحاب برج الثور عندهم طاقة ملل او زهق من حاجة معينة او زهق من وضع عاطفي تعبوا فيه، فكرنا فيه كتير ووصلنا ان احنا ما لقيناش حل، فخلاص عايزين ان احنا ننهي الموضوع ده، فبدأت ان انت تنهي العلاقة. ففكرة انك تستقر عاطفيا، انك تكمل مشوارك العاطفي، او انك تنهي العلاقة، فكلتا الحالتين هتكون راحة ليك، يعني في الحاجتين هيكون ده مبدأ انت هترتاح ليه جدا، وهتكون فكرت في الحاجات دي كتير قوي، انك تكمل بشروط او انك تنهي الموضوع. في حتة كسر الملل كتير برضو من برج الثور بتفكر فيها، بتفكر انك تكسر الملل بانك تسافر، بانك تنطلق، بانك تبدأ مشروع جديد، بانك ما تعملش حساب للناس، بانك تشوف مصلحتك انت، بانك كل الحاجات اللي قلناها اللي فاتت، لا انا عايز اكون، انا عايز اكون ناجح، عايز اكون افضل، عايز اكون احسن، عايز اكون نفسيا ايجابيا، عايز ما بقاش جوايا طاقات سلبيه، عايز ما بقاش جوايا مشاحنات ما بيني وما بين حد، عايز افكر في نفسي، لو ما بيني مشاحنات وما بين حد مش عايز اندرج في المجتمع، هتعرف على ناس جديده تماما. وده بالفعل اللي انت هتكون بتفكر فيه يا برج الثور الفتره اللي جايه. برج الثور شايفه ان الوقت التفكير جيد جدا، شايفه ان في تخطيط مهم جدا، في تنفيذ كمان بشكل معقول او منطقي، ده نجحنا يوصلنا لحاجات كتيرة افضل. برج الثور احنا بننطلق للإيجابية على فكرة، ممكن تقابلنا بعض السلبيات او التكات، طبيعي طبيعي ان يعني لو هنمشي على طول
سهم طالع ده يبقى مش طبيعي تماما، يعني ممكن نقع على جدور رقبتنا ننكسر. لكن الحاجة الطبيعية اللي هي التدريج، النظام التدريجي، او ان احنا يكون في صعود وهبوط، وده بالفعل اللي هيكون موجود. برج الثور، بتمنى جدا ان انا اكون في التكم، بس بتمنى اكتر تقولوا لي في التعليقات ده بيتفق معاكم ولا لا، احساسكم كده، تفكيركم كده ولا لا. بحبكم جدا يا برج الثور، بتمنى لكم دايما الافضل والايجابية. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.